شاب 26 سنة، ها، مدينة رباط، من دو قدوات خاصة. جاتني فكرة في الأول باللي كان عندي واحد شاني يوتيوب وكندير القصص، قلت لي مالا أنا نخرج بين راسي صافي. وخديت تفكير بزاف، خلى لي واحد التفكير اللي ديال عامين أنا كنفكر، وفكرت نخرج وجود بين راسي، لأني داكشي كيعرف نبينو، يعني عز عليا مونتاج فيديو ديزاين، ولقيت راح هادي تيفاش بزاف. كاين مشاكل بزاف، ويعني أي مجال يعني مكتكونش البداية سهلة فيه، ضروري كتلقى تنمو من الناس، كاين اللي يقول يعني قد هذا الشيء قد هادي اش داك لهادشي، يعني كاين واحد الصعوبة في الأول، ولكن الحمد لله إلا عندك شخصية قوية تحاول أنك تزوج هادشي كله. الهدف ديالي من الفيديو اللي كندير بغيت نوصل رسالة للشباب، خاصة اللي بحالي أنايا، نحفزهم بلي مكاينش مستحيل، ممكن لك تحقق كلشي، تحققه، مكاينش مستحيل في القاموس ديالي. هادشي بغيت نوصل للناس. الحمد لله ان شاء الله انني نمشي قطر في المونديال ديال 2022، ونبين واحد المستوى اخر ديال المونتاج، وندير لي فلوغ تما كاين، وان شاء الله اش لا. بغيت نوجه رسالة ديالتي اني واخا تكون شاب عندك اعاقة، ضروري كاين التنمر في السوشيال ميديا. كاين اللي تيقول عليا انت معاق، كاين اللي تيقول عليا سي قد هدر شاك اش داك لهادشي كلو، ما كنفهموش اش تقول لينا، يعني هادشي شوية بزاف اللي كيتسنى الناس باغا تدخل لهاد الميدان هدا. بغيت نوجه رسالة ديالي للناس اللي كيتنمو على الشباب يلا البادين، وخاصة في اللي تكون عندو إعاقة، يعني شوية صعيبة عليهم في الأول، يعني كنتمنى الناس شوية توعى، مبقاوش يتنمو على الناس في السوشيال ميديا ولا في الشارع كاع. يعني هادي هي الرسالة ديالي، كنتمنى ان التنمر يحيي برا. انا كنتمنى من الشباب انا بغيت دير كونتوني خدم عليه، حاول دير حاجة تكون زوينة اللي كتصرف السواد المغرب. هادي هي الرسالة ديالي للشباب. السيد ديالي السيد أخنوش، الشباب اللي حملني الإعاقة، كنتمنى منك أنك تحسن من الصحة والتعليم، ولما لا أنك تدير واحد الخطة شهرية للشباب اللي حملني الإعاقة، هادي تكون أحسن قرار اتخذته في الحكومة كلها اللي درتيه. كنتمنى أنك تدير القرار هذا بحال الدول الأوروبية، لما لا حنا كنتمنوا يعني المغرب يزيد شويه قدام، كما كتقولوا حنا غاديين في التنميه، وهادي كنتمنوا ان حنا ننمو كلشي ماشي غير الفئات الاخرين، ما نساوش الفئه ديال الحاملين الاعاقه